ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد رحب معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة بأصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة ومعالي الأمين العام وجميع الحضور معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تم إنجازه من مشاريع وقرارات خلال فترة رؤسها للدورة السابقة وإلى الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في عمل المجلس. تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت آخر توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والدراسة الخاصة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي ووضع مشروع قواعد مثمنا منشأ خليجية موحدة في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبادرة مجموعة 20 في المسار المالي. كما تم بحث دعم آلية تنفيذ قرارات العمل المالي والاقتصادي المشترك ومتابعة سير برنامج الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما اعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة والتي أهمها هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة.